رجعنا لكم تاني بعد هذا الفاصل. النهارده هيكون معانا فقرات هامه للغايه، هيكون معانا الضيفه فريده النقاش، ودي طبعا الكاتبه الصحفيه وايضا القياديه بحزب التجمع، وهنتكلم عن دور الاحزاب في مصر الفتره اللي جايه، هيبقى دورها ايه في الشارع المصري، حزب التجمع رؤيته ايه على المشهد اللي موجود دلوقتي حالا في مصر. وايضا هيبقى معانا سياده اللواء اسامه الجريدلي، وهو وكيل جهاز المخابرات السابق، وهنتكلم معاه عن دور الاجهزه الامنيه بقى في اجهاض كل المحاولات اللي بتحاول ان هي تنشر الفوضى في مصر وتتحدى المجتمع المصري، زي ما احنا بنشوف كل يوم كده المشهد امامنا شكله عامل ازاي. طبعا مفيش حد في الدنيا دي ممكن يختلف ان مصر بتعيش في ظروف صعبة جدا. اللي مصر عاشتها في الفترة الأخيرة، يعني بنتكلم في أول يوم من ثورة 30 يونيو حتى النهاردة، بنعيش أيام صعبة. الحرب شرسة. الحرب الشرسة برضو اللي بتخوضها البلد ضد الإرهاب في كل شبر من أراضي مصر. النهاردة كلنا تابعنا طبعا زي ما شفنا الحادث الإرهابي اللي تعرضت ليه كمين في القليوبية وراح ضحيته 6 من أفراد الأمن، بعد ما تم طبعا إطلاق أو قام مجهولين بإطلاق الرصاص عليهم. شفنا إزاي كان مجهود رجال الأمن والمفرقعات علشان يقدروا إن هم يبطلوا مفعول كمان القنابل اللي زرعوها الإرهابيين بعد كده داخل وخارج الوحدة العسكرية، يعني بعد ما خلصوا مهمتهم دخلوا حطوا قنبلة جوه وقنبلة بره علشان هم عارفين ان يحصل تجمهر للناس او لبعض القيادات الامنية وان ممكن يعملوا عملية تفجير اخرى. بس السؤال اللي لازم نطرحه بجد، يعني الله يكون في عون طبعا القيادات الامنية، انما احنا ازاي لحد دلوقتي مش قادرين نواجه العمليات دي؟ مصر بقالها فترة طويلة دلوقتي بتواجه هذا الارهاب. طيب ايه اللي مفروض من دلوقتي حالا تقوم بيه قواتنا من رجال الجيش والشرطة؟ هل لازم رفع حالة الطوارئ القصوى مثلا، وده علشان نأمن الكمائن والوحدات العسكرية اللي مفروض بتعتبر هدف سهل وثابت للعناصر الإرهابية؟ هل مفروض يبقى فيه دلوقتي تقسيمة كده معينة او عمل مربعات معينة لمصر علشان لو في حادث إرهابي مثلا في الجزئية دي يتم محاصرتها على طول؟ هل مفروض يبقى فيه دلوقتي نقدر نقول عناصر شرطية تكون موجودة، اللي هو فاكرين المخبرين بتوع زمان؟ دور الأجهزة الأمنية زي المخابرات العامة، الأمن الوطني، الكشف عن العناصر الإرهابية دي. الغريب في الامر ان انا لما بمشي في الشارع وبيقابلني حد من شباب الاخوان يوم جاي قايل لي احنا ملناش دعوه باللي بيحصل ده، والله احنا مش كده. طب ما يطلعوا يدينوا اللي بيحصل، اطلعوا قولوا انتوا كشباب، اطلعوا قولوا لا احنا ضد اللي بيحصل ده، قولوا اللي بيحصل ده دي جماعات اخرى، قولوا طالما انتوا بتدينوا ده. واقول لكم النهارده ايه اللي حصل مع زوجه المرشد العام في الفيوم، في بني سويف قصدي، عفوا، هحكي لكم واحكي لكم تعامل الشرطه كان شكله عامل ازاي، وان ازاي المؤسسات المصريه ما بتفرقش ما بين مواطن وتاني. عموما احنا مش بنلوب حد، بس احنا فعلا قلوبنا محروقه على اسر الضحايا الست اللي ماتوا النهارده. واكيد من حقنا نعرف ونتكلم ونقول ونحاسب. احنا ما بنتهمش حد مثلا بالتقصير، بس في نفس الوقت احنا عايزين نفهم، من حقنا نعرف لحد امتى هيفضل حال البلد بالشكل ده، وايه الخطط الامنية اللي مفروض انها تتنفذ في الفترة اللي جاية علشان نتعامل مع اللي بيحصل في مصر كل يوم تقريبا ده من عمليات ارهابية. بصراحة يعني من اللي سمعته من زميلتي رغدة قبل ما اخش معاكم على الهوا وتليفونات الناس، الناس قد ايه عندها اصرار رهيب في مواجهة العنف ده، الناس قد ايه رغم التحديات اللي موجودة في الشارع عندها إصرار إن هي تبني مصر، وإن المحاولات الإرهابية دي مش هتوقفنا. الناس اللي بتركب المترو بتركب المترو رغم وجود تهديدات،
بتركب المترو. الناس اللي ممكن تكون حد يقول ده في ناس بتخاف تقرب من وحدة فيها شرطة أو حاجة، لا بالعكس، ده الناس هي اللي هتحمي الشرطة في الفترة اللي جاية. بس الحاجة الوحيدة اللي لازم نقولها للجانب التاني اللي بيحاول ان هو يهددنا ويحاول ان هو مش بيحاول، ده بيقتل كل يوم أولادنا، مش هنقول لهم غير حاجة واحدة بس، حسبي الله ونعم الوكيل في كل واحد بيقتل ويروع المواطنين الأبرياء. يعني هنقول ايه تاني؟ طيب طبعا كلنا شفنا اللي حصل النهاردة، وكلنا بجد قلوبنا اتقطعت لما شفنا الطريقة كمان البشعة اللي بيقوموا بيها هؤلاء من استهداف لعناصر شرطية وعناصر أمنية في مصر. طيب احنا عشان نعرف تفاصيل اكتر عن هذا الهجوم معانا زميلنا محمد عبد الحميد مراسل الوفد من القليوبية. استاذ محمد مساء الخير. مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فضل. الاوضاع حتى هذه اللحظة دلوقتي شكلها عامل ازاي؟ بنتكلم دايما عن استنفار امني استنفار امني، انما يعني بنشهد مثل هذه يعني نقدر نقول الهجمات الارهابية الشرسة بصراحة. معاك يا فندم. اتفضل. بداية اسمح لي اكد على اللي حضرتك قلته واقول حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من تسبب في رق الدم المواطنين الابرياء في مصر. صحيح. الواقعة حدثت بعد فجر اليوم بعد انتهاء الجنود من الصلاة. تم استهدافهم من قبل 4 ملثمين كانوا يستقلون سيارة لانسر سوداء. قاموا بمهاجمة الكمين، وقعت اشتباكات بين الطرفين اسفرت عن مقتل 6 من جنودنا الابرياء موجودين بكمين مفترض العسكري بشبرا الخيمة. وتركوا 3 قنابل شديدة الانفجار تنفجر بمجرد اللمس في موقع الحادث. عندهم رغبة ان القوات اللي هتيجي بمجرد انها تتعامل يحصل انفجار تنفجر بمجرد اللمس. بمجرد اللمس دي وفقا للمعاينة المبدئية والتحيات المبدئية اللي بتتم دلوقتي. نعم. تم ابطال مفعول 2 وانفجار القنبله الثالثه اثناء محاوله تفجير اسفرت عن حفره عمقها 1.5 متر في مكان الحادث. زي ما حضرتك قلت الاجراءات الامنيه مشدده ومشدده على اعلى مستوى في شبرا الخيمه، اغلاق المداخل والمخارج، كماين، عمليات تفتيش للسيارات الماره، محاولات رصد وتتبع للجناه اللي فروا من المنطقه. في بعض المعلومات بتقول ان وزن القنبله الواحده 20 كيلو جرام، يعني 63 كيلو جرام. نعم. يعني رغبة يعني رغبة قوية. طيب احنا القتل والارهاب. نعم استاذ محمد احنا عندنا معلومتين بس انا عايز حضرتك يعني تصحح لي معلومة منهم عشان يعني المعلومتين الى حد ما متضاربين قوي. معلومة واحدة بتقول ان اثناء محاولة افراد الشرطة المصرية او الجهاز يعني المفرقعات ان هو بيتعامل مع القنبلة انفجرت. في معلومات اخرى بتقول لا هم اللي فجروها، يعني القوات الامنية محاولة بيتم تفجير القنابل او التعامل معها عن طريق اللي هي بندقية المية، يعني محاولات تفجيرها، لكن هي احدثت ان عملت انفجار في المنطقة وحدثت حفرة عمقها 1.5 متر. المعلومات مش كاملة دلوقتي، لكن الجديد ان الشرطة النيابة العسكرية بتحقق في الواقع. تم اعلان اسماء القتلى، هم من محافظات بني سويف وسوهاج والمنوفية. نعم. وتم الان نقل جسامينهم الى محافظاتهم، نقدم لاسرهم خالص العزاء. طبعا خالص العزاء لكل اسر الشهداء المصريين. انا بشكرك استاذ محمد عبد الحميد جدا على هذه المداخلة مراسل الوفد من القليوبية.